السلام عليكم. اليوم رانا عند جيلي عين مليلة، راح ناخذوها كعينة لخدمات ما بعد البيع، خاصة سيارة كوري اللي صار عليها لغط كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أسعار خدمات ما بعد البيع. قربنا عند هذا الوكيل المعتمد لمدينة عين مليلة ولاية أم بواقي، يعني منطقة داخلية وديناها كنموذج. راح نشوفوا خدمات ما بعد البيع، أسعار خدمات ما بعد البيع، أنواع الزيوت اللي مستعملة خاصة لسيارتي كوراي وأيضا جي إكس 3 برو، والكثير من المعلومات فيما يخص خدمات ما بعد البيع. السلام عليكم، معكم كرش بلال، مسؤول خدمات ما بعد البيع لدى جيلي عين مليلة. نقدم لكم خدماتنا اللي هي تو كي كونسيرن لو سيرفيس ابري فونت لا مينتونونس اي لونتروتيان لي ريباراسيون دي فيكول تاع جيلي. بون، هذه جيلي كول راي، لونتروتيان تاعها يستقام ب 1233 الف و 700. الله يبارك. بعد ما شرا ليها من قبل قالوا لنا باللي لو بري دونتروتيان تاعها يسقام 2400، احنا نفندوا هذه المعلومات. البري تاعها تاع لونتروتيان راهو 1233 الف. داكور سي جلال. هذه هي الزيت المنصوح. هذه هي الزيت اللي ينصح بها المصنع. هذه للكور راي دائما. هذه للكور راي. الزيرو 20 اس بي لا فيسكوزيتي والاس بي صافي دير الاس معناتها سبارك اغنيشن. هذا الموتور سبارك اغنيشن، تسمى فيه شمعة احتراق يدور. وكاينه تاع الموتور ا كومبريسيون، موتور ديزل جي سي كومبريشن اغنيشن. والبي تعني لا تكنولوجي اللي لحقوها في صناعه هذا الزيت. تبدا كذا 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 لحقوا لي هذو تصنيفات عالميه، يعني نجموا الناس اي واحد يروح للانترنت ولا يروح لجوجل ويحوس عليها. هو درك اي واحد شرى سياره كوراي ينجم يشوف في الدليل تاع المستخدم تاع السياره هذه، يشوف نوعيه الزيت الاكثر توافقا مع المحرك هذا واللي هو 020. وقلنا السعر تحدد ب 1233. فيه تغيير الزيت والفلتر. والفلتر اول. يعطيك الصحه. هذه عند ما يوصل 10000 كيلومتر. كل 10000 كيلومتر. كل 10000 كيلومتر عندنا تغيير زيت مع تغيير فلتر الزيت. يعطيك مع الصيانه الدوريه عندنا كل كيلومتراج محدد نبدلوا حوايج. يعطيك الصحه. باش نحافظوا على صحه ولا سلامه سلامه المحرك ويعيش لنا الاطول فتره ممكن. ممكن. يعطيك الصحه. درك نفوتوا لجي اكس 3 برو حتى هي نشوفوا فيما يخص خدمات ما بعد البيع وتغيير الزيت لهذه السياره. هذه هي الزيت الخاصه بالمحرك عندنا هذا. عندنا جي اكس 3 برو. عندنا الزيت توجور شال. شال حتى هي كي نشوفوا في الكوفير تاع المغلاق تاع المحرك. ها يعطيك الصحه. دائما نلقاو شال كما رانا نشوفوا. الزيت تاع المحرك هذا تاع جي اكس 3 برو ثاني لاشين حديد، لاشين ميتاليك توجور. لي موتور سون روبست، موتور معروفين عالميا، معروفين بالكفاءة والجودة تاعهم والعمر الطويل تاع المحرك هذا. خاصة كي تزيد تستعمل الزيت المنصوح. خاصة كي تستعمل الزيت المنصوح ولي لو ليكيد روفرواديسمون اللي منصوح به، ونتبعوا لونتروتيان تاع اللي ينصح به المصنع. المصنع هو المحرك هذا، راهو محرك عادي تنفس طبيعي في في تي، يعني تقنية قديمة. ديسكارونت يعني ليقل المحرك هذا، يعني تنجم دير يا 540 يا ديسكارونت وراك تلقاها في الدليل تاع المستخدم تاع هذه السيارة. أيضا هاي هي الريفيرونس، تنجم تحكي لنا عليها الريفيرونس المنصوحة بها. الريفيرونس هذه لا 10 دبليو في 40 اللي تصلح بهذا المحرك هذا. أي الأ 3 بي 4. فوالا. هذو تقريبا المحركات العادية والآخر تقريبا ديسكارونت، خاصة بالريفيرونس أ 3 بي 4 تقريبا هذه من بين الأنواع المنصوح بها لهذا المحرك. قداه تسقام التكلفة تاع تغيير الزيت والفلتر الجي اكس 3 برو؟ يستسقام لنا برسك مليون 999900. يعطيك الصحة. معها الخدمات تاع فيها لا مان دوفر، فيها الويل موتور، فيها الفلتر اويل. تسمى بجميع الرسوم تي تي سي، يعني ما تجي تخلص 999 مليون، عفوا 999 الف، يعني تهز السياره تاعك تدخلها تعاود تخرجها تخلص المبلغ هذا وفقط.
مع 10,000 كيلومتر. التغيير دائما يكون 10,000 مع كل ما تزيد تطلع سيارة في الكيلومترات ولا.